مرحبا. سيناريو الجمعة الماضية رح يتكرر هذا الأسبوع، ريح خمسينية محملة بالغبار، الحرارة بتعلى بترجع بتوطى بسرعة، وبتتعرض بعض المناطق خصوصا بالبقاع لأمطار موحلة. الريح شمالية بتوصل سرعتها لل 46 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة بتسجل 33 درجة، 31 بدار القمر، 32 بحصبية، أما الأرز ف 21 درجة. نسبة الرطوبة على الساحل بتسجل 65%، ويلي عندهم حساسية أو ربو انتبهوا لأن نسبة الغبرة بالهواء مرتفعة هاليومين. نظرة على طقس الأيام الجاية. بيتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وبترتفع الحرارة يوم الجمعة، وأكيد الإحساس بالحرارة أو الريلفيل بيكون أعلى من المعدلات المسجلة خصوصا عند التعرض مباشرة لأشعة الشمس. تنخفض الحرارة بشكل كبير ابتداء من بعد ظهر الجمعة، مع احتمال تتعرض بعض المناطق لأمطار موحلة، الأمر يلي صار الأسبوع الماضي، وبتكمل الأجواء هيك لنهار السبت. أما نهار الأحد فالأجواء بتكون قليلة الغيوم بالإجمال والحرارة بتنخفض، ونهار التنين الطقس بيبقى على حاله والحرارة بتستقر على 26 درجة. هيدا كان كل شيء، تصبحوا على خير.